نتيجة للمشروع اللي خدمنا فيه. المشروع هو حول المقاربة التشاركية ودعم التواصل الاجتماعي. هذا الآن بعد مرور سنة ونصف من الاشتغال في هذا المحور هذا، ولينا الآن نتوفر على فريق يمتلك القدرة الكاملة لتدبير آلية المشاركة. شحال هذه كان عندنا هذا الإشكال، كنا كلشي كيهضر المقاربة التشاركية المقاربة التشاركية المقاربة التشاركية، ولكن لم نكن نحسن أو التجويد ديال هاد آلية المشاركة. الآن عندنا فريق متمكن من أدوات وآليات تفعيل هاد المقاربة، بدءا بالاختيارات ديال الشكل ديال هاد المقاربة، ثانيا فشمن لحظة ممكن، حيث كل موضوع يختلف عن آخر. الموضوع اللي عنجيو نديو عليه لا كونسلتاسيون مع المواطنين يختلف من موضوع إلى آخر، بمعنى كاين موضوع اللي تستشف فيه الناس من الديبي، وكاين الموضوع اللي تستشف فيه الناس حتى الوسط أو حتى الآخر، أو بمعنى بأننا نعرف الآليات والوسائل باش نحققوا هاد المشروع هذا. وخضعنا لتكوينات مكتبة من طرف خبراء في المجال، وكانوا متعددي الجنسيات ومتعددي المشاريع ومتعددي الخبرات. شفنا المدرسة الفرنسية، شفنا المدرسة الألمانية، شفنا المدرسة الإنجليزية، وشفنا الأنواع المتعددة. فهمنا الاختيارات، علاش الاختيارات في هذه الآليات مختلفة من هذه الجهة من هذه الجهة. وفي الأخر وصلنا أنه حنايا ممكن أنه حتى تكون عندنا واحد الخصوصية ديالنا في العملية ديال هذا كان ليكزيستيس اللي سمعنا دابا. ليكزيستيس بمعنى غير مخيال ليكزيستيس، كتشوفوا المسطرة شحال طويلة باش نوصلوا نحققوا هذا الهدف، ونجحنا في ليكزيستيس. هذا دابا هو المحل رقم واحد في العرايش اللي سماوه الفاعل. حتى شي محل في العرايش كان إدارة أو شخصي أو كذا، هذا هو المقر رقم واحد اللي سماوه الفاعل. أنا عندي الإخوان، عندنا أنا فرحان بحضور كنتم والإخوان من الشعب فهاد السنة فهاد السنتين، خصوصا الإخوان اللي خدامين في التنسيقية ديال البروغرام، هو أنه كنا بدينا غير بشي 37، دابا حنا كنكنسو 45 ديال الموظفين، ونسبة المشاركة طالعة في الإنجاز ديال المشاريع بلاتها. لأنه أنا متأكد على أنه الإدارة الجماعية بشقها الإداري ماشي السياسي، بشقها الإداري، وأنه المخرج ديال 2000 هو 21 حيت بروجي عيد سالف 21، المخرج الإدارة الجماعية في 2021 غتكون هاد الإدارة اللي كنهضرو عليها. وبالتالي الإخوان خصهم ينخرطوا دابا، الموظفات والموظفين ينخرطوا دابا في هاد العملية، لأن هاد العملية هي مستقبل ديال التدبير وتسير المرفق الجماعي. لأنه ما نتكلمش ديك الإدارة انتهت، راه ممكن دابا الإستقبال سيكفينا شر واحد مجموعة المشاكل. أنا نعطيكم مثال، رئيس قسم كنسمعو كيدابز مع مواطن بالغاز، هو غير سوء تفاهم، ما عيبقاش يوصل هذا المواطن لرئيس قسم مثلا، عايز يحط عند الاستقبال، عايز يوصل لحد هذاك، يحط شي الطلب ديالو متوفر من الشروط كذا، عايز يجي محطة ويدي الشهادة ديالو، حتى ما داش الشهادة ديالو عايز يدير التمرير ديالو، علاش؟